بسم الله والابن والروح القدس امين. ايها الاحبة، ان هذا الانجيل المقدس يركز على نقطة اساسية يطلب منا الرب ان نتجنب فحواها، ويطلب منا أن نتجه في الاتجاه المعاكس. فقد وجدنا أن هذا الشاب لا يعبد الله كما قال، عندما اعترف ليسوع بأنه يعرف الوصايا منذ شبابه، لا بل أقول من الثالثة عشرة من عمره، لأن على كل يهودي أن يتعلم الوصايا والكتاب عندما يصبح في عمر الثالثة عشرة من عمره. لماذا؟ لأنه قد يكون قد قرأ الكتاب المقدس ولكنه لم يحفظه، ولم يحفظ ما هو الأهم. يقول الرب في أول وصية من الوصايا العشر: الرب إلهنا رب واحد، فأحبوا الرب إلهكم من كل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم. نجد هذه الوصية أو الوصايا في سفر الخروج وفي سفر التثنية، السفر الأخير من التوراة، لأن التوراة هي الخمسة أسفار في الكتاب المقدس، الخمسة أسفار الأولى. في كتاب التثنية نقرأ: أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخر سواي. ويقصد الله هنا بأن كل أمر تعبده وتجعله في مكان الله هو إله بالنسبة لك. وقد وجدنا بأن هذا الشاب عندما قال له يسوع: اذهب وبع كل ما لك ووزعه على المساكين وتعال اتبعني، حزن، لأنه كان يعبر المال وثروته. الإله الحقيقي بالنسبة له هو المال، هو الثروة، ولذلك ترك وانصرف عن يسوع. لقد قال لأنه يعرف الوصايا، فقال له الرب: نعم أعلم أنك تعرف الوصايا، ولكن هل تعرف من الوصايا معرفة حقا؟ لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. والرب لم يذكر الوصايا العشر، لبل ذكر الوصايا الستة هنا المتعلقة بأخيك، أي بأخيه الإنسان. لم يذكر ما هو متعلق بالله. والرب أراد أن يقول له: إنك لا تستطيع أن تعبد الله وأنت لا تحب الإنسان أخاك. قال له أن يبيع كل شيء ويوزعه على المساكين والفقراء. الضعف عند هذا الإنسان هي ثروته، هذا هو التمثال المنحوت الذي يعبده. لا يقول لنا الرب أن يذهب كل واحد منا ويبيع كل ما له
ولكنه كان يقول لهذا الشاب: أحبب قريبك كنفسك وضحي من أجلي، وكما تحبني يقول الله أحبب أخاك، وعندما تحب أخاك فأنت تسير في الطريق السليم. كلكم تعلمون، وأعدنا هذه الوصية مرارا عدة، عندما سأل ذاك الإنسان الرب يسوع وقال: ما أعظم الوصايا؟ قال: أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدراتك. هذه هي الوصية العظمى. وهناك وصية مثلها: أن تحب قريبك كنفسك. وهنا الرب يريد أن يظهر هذا الجانب لهذا الشاب، بأن عليك أن تحب ولا تتردد إذا احتاج جارك أو أخوك مساعدتك، ألا تتردد البتة، بل أن تساعده مساعدة تامة. وهنا الله يريد أن يقول لنا: يجب أن نتحرر من كل شيء، من المال ومن غيره، إن كان عبئا لنا يبعدنا عن علاقتنا به. بالنسبة للمؤمن الحقيقي لا يوجد حاجز، مهما كان مهما، بينه وبين الله. الله يأتي أولا، لأن حياته هي من الله، وصحته هي من الله، وتوفيقي هو من الله. وإذا كنت في علاقة شديدة طيبة مع الله فأنا في خير. عندما نقول للإنسان: الله يباركك يا ابني، ماذا نقصد؟ نقصد رضا الله عليه بكل شيء. الإنسان الغني والثري يظن أنه هو الذي صنع غناه وثروته، وهذا مجنون. يكفي أن يكون في الفراش، في مرض يحتاج إلى كل ماله. الثروة أعطيت له من الله لكي يمتحنه إن كان محبا لأخيه أم لا. ويظن هذا الغني والثري أن هذا المال هو منه، هو أتى به، ولا يدرك بأن الله وفقه وأعطاه هذا المال. ولذلك علينا أن نستعمل مالنا بالطرق التي ترضي الله، ولا تجعل هذا المال حاجزا بيننا وبينه. والمال يا أحبة، ذوي المال يعرفون هذا، هم من المتكبرين، لأنهم يظنون بأنهم يحكمون الآخرين. ذوي المال يتحكمون، وعندما يساعدون يساعدون من فوق، لأنهم يظنون الآخرين عبيدا لهم ويحتاجون إلى مساعدتهم. المال يمثل الكبرياء، والكبرياء تبعدون عن الله، لأن التواضع هو الوحيد الذي يقربنا من الله، الوحيد. المتواضع إنسان تنسكب عليه نعم الله ويبقى في الشكر الدائم لله. مهما امتلك الإنسان ومهما صار معه من المال والثروة،
عند تلك اللحظة التي يفارق فيها الحياة، أو قبل أن يفارق بدقائق يكتشف بأنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، وقد يندم بأنه لم يتجه نحو الله، نحو ملكوته الأبدي. عندما قال له أيها المعلم الصالح، وأجابه الرب يسوع بأن ليس من صالح إلى الله، يسوع لم ينفي بأنه هو الله، ولكن هذا المعلم للتوراة للكتاب، هذا اليهودي، لم يعرف من هو يسوع، بل كانوا يضطهدونه عندما كان يقوم بأعمال لا يعملها إلا الله. يسوع لم ينكر بأنه هو الله، بس أراد من هذا الشاب أن يدرك بتواضعه بأن يسوع هو الله. عندما يراه يقوم بأعمال يتمجد بها اسم الله ويكرم. يا أحباه، لقد قال هذا الشاب بأنه حفظ الوصايا. حفظ الوصايا، أن تحفظ الوصايا، لا يعني أنك أصبحت بارا، فيك تعرف الكتاب المقدس عن غيب، عن غيب، ولكن ما يعني هذا أنك صرت قديس. الذي يحفظ الوصايا ويعملها، ويعملها، أي الذي أرى فيه رجل صلاة أو امرأة صلاة، والذي أجد فيه مثالا لي، أي عندما أرى في هذا المسيحي إنسانا أتمثل به، إذا شئت أن أريد أن أكون مسيحيا ولا أعرف كيف، أنظر إذا هذا الكائن البشري إلى هذا الإنسان وأتمثل به لكي أصبح مسيحيا حقيقيا. فيسوع هنا يقول لتلاميذه الذين وجدوا صعوبة في تطبيق الوصايا وفي تطبيق تعاليمه، عندما قالوا من يستطيع أن يخلص، وكأني بيسوع قال لهم التجئوا إلي، تعالوا إلي أيها المتعبين بالخطايا والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم، أي أنا أغير حياتكم وأجعلها حياة لائقة بالرب وسائرة في طريقه. ما هو غير مستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. قد تجد هناك أمرا صالحا لا تستطيع أن تقوم به، إلجأ إلى الله وهو يساعدك، إلجأ إليه بإلحاح وهو يساعدك ويجيب طلبك ويجعلك في طريق القداسة. فالإنجيل اليوم يقول لنا لا يمكنك أن تعبد ربين، الله والمال، فعلينا إذن أن نلجأ إلى الله ونبتعد عن كل إله آخر، لأن الله وحده هو الذي يخلصنا، لا المال ولا الثروة ولا الجاه ولا العائلة، كل هذه لا تستطيع أن تخلص الإنسان. أسأله أن يساعدنا وأن يقوينا أن نسير فيما نسمع وأن نتقدم في الطريق. آمين.